روى الحافظ البيهقي والطبراني وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مرضه الذي يموت فيه لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم تمسه نار جهنم. من قال هذا في مرضه الذي يموت فيه لا يدخل النار، لا تمسه جهنم. فاحفظوه أو اكتبوه وعلقوه في بيوتكم واحفظوه في هواتفكم، وكل مريض تزورونه أعطه هذا الدعاء ليقرأه.